غادي ندوزو على البسطيله الصغار بفواكه البحر بطريقه روميه، ماشي ديك البسطيله ديالنا البلديه اللي تنديرو فيها شرمولاد الحوت والحامض والزيتون داكشي، لا هادي غير بالملح والابزار. داكوغ، الو غادي نهزو كميه اللي بغاو الناس ديال الكروفيت، غنعملوها سوطي في الملح والابزار الابيض والثومه وشويه عصير الحامض. القمران صوتي في مليحه وليبزر والثومه شويه عصير الحامض وشويه ديال العطريه ديال الحوت البيضاء. هادي غنخليوها دو كوتي، غنمشيو الكوكوت. انا باسكو ما تنعملش الكلامه، تنعمل سيبيا كتعجبني كتجيني رطبه احسن. حتى بيان سور مغسوله مقطعه، كنقطع طريفات صغار كنعملها في الكوكوت، كنزيد كنرش عليها مليحه وليبزر والزيت البلديه وعصير الحامض والثومه. اللي بغى يزيد ما البنه اختياري. كنسد عليها الكوكوت كنخليها كطب قسمين ديال المعجنه فقط، ملي كنحل كنلقى ديك الشي رطب زعما كتلقاها رطبه. داكوغ، كنهز الحوت الابيض اللي بغاو، حوته بيضاء ولا الميرلون ديك الكبير اللي بغا. نفس الشيء ترش عليه الملحه واليبزر والثومه وزيت العود وعصير الحامض، كندخلو الفران. ملي كنخرج كنفرتو هذاك القمران، كنصفيه من ديك الماء ديالو كنحتفظ بهم. الكلام حتى هو تنصفيه وتنحتفظ بالماء ديالو. كنهز الفطر الاسود كنخوي فوق منه الماء غليان كنخليه يرطب. غادي ناخذ الشعريه الصينيه، الشعريه ديال الرز ماشي ديك الشعريه الصغيره اللي كدير 3 دراهم، لان هذيك كتعجن ما كتجيش مزيانه. الوغ كنهز كندير مقله واحده اخرى فيها شويه ديال الزيت والزبده. هذاك لي شامبينيون نوار لي موري اللي رقدت في المغليه كنصفيه وكنقطعهم طريفات صغار وكنلوحهم في الزيت والزبده. كنرش دائما الملح اليبزار الثومه، كنبقى كندي ونجيب شي شويه حتى كيتشرب ليا هاد هاد عفوا ما كنديرش الزبده، كندير غير الزيت. دابا في الاول كنشحرو هو في الزيت البلديه مع المليحه واليبزر والثومه. الثوم هذا في الشامبينيون نوار، الفطر الاسود. الشامبينيون نوار فوالا، الفطر الاسود. ومن بعد كنزيد عليه وديك الشعريه كنكون رطبتها في الماء بارد ماشي الماء سخون. وكنضيف ديك الشعريه بيان سو، من بعد ما كنقطعها بالمقاس كنخلط يعني كنحركها في هاد الفطر الاسود كندي وكنجيب. ومن بعد كنزيد عليها هذيك الماء اللي صفيت ديال القمران مع ديال السيبيا، لان هي غتشرب لينا ديك الماء ما يخافوش. نخليها تشرب مزيان ديك ليجي ديال ديك الفواكه البحر. واخر لحظه كنزيد عليها الطرف ديال الزبده. واخا، وتنحرك عاوتاني وكتكون عاوتاني عندي موجده لاصوص بيشاميل ما ثقيله ما خفيفه. ايه بين وبين، واخا بين وبين. وكتكون عندي واحد الزلافه ثاني فيها شويه الفرماج محكوك. داكوغ، الوغ غادي نهز واحد البانيو كبير، غنهز ديك الميرلون مع الكلامار مع الحوت الا الشعريه مع ديك ليموغيلا. غادي نزيدهم شويه د لاصوص صوجا، غنزيدهم لاصوص ماجي، غنزيدهم العطريه ديال الحوت البيضاء والملح واليبزر. المهم كنحاول نقادد الذوق. ايه كل واحد ايه على حسب، كل واحد بوحدو. المهم هي عندنا دابا الفواكه البحر مخلطه، عندنا ديك الشعريه مع ليموغي، وعندنا لاصوص بيشاميل والزعتر. ايه داكوغ، غندوزو المونتاج. غادي نهز الورقه ديال البسطيله بيان سو، من بعد ما ندهنها وداك الشيء غنعمل تفريشه ديال ديك الشعريه الصينيه مع ليموغي. غنحط فوق منهم الفطر الاسود. ايه وندير واحد جوج معالق ديال لاصوص بيشاميل. وفوق لاصوص بيشاميل كندير شويه الفرماج محكوك. وكنسد البسطيله، كنسد البسطيله بون الطريقه العاديه. الطريقه العاديه غير هذه، لان انا كنعطيهم اشياء صغيرة يعني في البيفي دونك تيكونوا صغار. يعني يديروا بحسب المونتاج، يعني دابا غادي يرجع العكس، لان ملي تنكونوا تنديروهم صغار ماشي بحال ملي كنطوي بسطيله راه كنلمطوها من الفوق الكبيره. فعلا هادو لا، هادو راك غادي اذا غادي يديروا الكونتخي، غيديروا فروماج هو الاول تفريشه معوطه باش ديك لاصوص بيشاميل ما تلصقش مع العجينه باش ما تعجنش، شويه لاصوص بيشاميل ونديروا الحوت وفوق الحوت عاد كنديروا الفيرميسيل وكنطوي. ملي كنجي نحطها كنقلبوها. ايه الو غادي تاني درت له واحد ديكور صغير، هو انه زيت تاني دائما الورقه ديال البسطيله قطعتها سميطه طويله لويتها بحال الشكل ديال الورده. ايه بعد ما دهنتها بالبيض البيض وداك الشيء جبتها ودهنتها بشويه صفر البيض ولصقتها فوق ديك البسطيله الصغار.
كنحتفظ بهم دائما في الكونجيلاتور، كنديرهم في طريف ديال الثوب ديال الحياتي، ومن بعد كنديرهم في الميكا وكنخليهم. تبارك الله ان شاء الله هذه من هنا شهر عادي يوجدوا هذا الشيء، ماشي من دابا. فعلا مهم زعما هذا غير افكار، بينهم افكار اليوم بالورقه التسطيله، المره الجايه ان شاء الله نعطيو بلا بات فيتي ان شاء الله الى غيره. تبارك الله عليك يا ملك، الله يطول لي عمرك اختي، بارك الله فيك.